هنا يبدأ في إشكال معين. احنا ندعو ان جميع العمال المصريين ما يقعوش فخ لهذه الجماعات العصابات، في عصابات في يعني في سمسرة في الموضوع، وفي تجارة في كذا. لذلك انا اتمنى ان الحكومة هو العامل رايح هو ماشي في احنا عندنا حالات عمال مصريين يروحوا لافريقيا ويدخلوا ليبيا. نعم. شوف انت يتكبدوا في المصاريف والتعب والمخاطر، فخليها رسمي على الاقل يقعد تحت رقابة الدولة ورقابة رسمية وتحت يعني عيوننا، افضل من يتعرض للابتزاز من هذه العصابات ومن هذه الجماعات التي تدخل في السمسرة. لذلك انا اتمنى الحكومة المصرية يعني تتقدم في هذا الملف، ونحكي لك بصراحة ان في بعضهم تو يخرجوا لكن يدفعوا في اموال للحصول على الموافقات من الدولة المصرية، نحكيها بصراحة يعني. هذا حيتحمل المقاول الليبي. كل ما تزيد تكلفة الدخول العامل المصري، كل ما تزيد التكلفة على المقاول او الشركة اللي في ليبيا تحتاج لهذه اليد العاملة، لان هم يستخدموا في ارقام 200-300 عامل يعني اقل شيء. وهذا حيكون رقم يعني طبعا. يعني العامل حوالي اكثر من 2000 دولار يدفعهم باش يدخل ليبيا. حرام يعني. احنا من خلال المنظومة نسهل اجراءات انه يكون الاجراءات العادية المعمول بها في السابق. يعني احنا بالعكس ضفنا لانه هو يكون عنده تأمين صحي، ويكون عنده ضمان اجتماعي، ويكون عنده حقوق يعني حسب هذه. طبعا هذه موصي بها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، ان اي عامل في اي قطاع يكون عنده حقوقه. لذلك انا اتمنى ان الحكومة المصرية يعني تتقدم في هذا الملف وتسمح. طبعا احنا يعني عندنا هناك قائم باعمال رئيس بعثه مصريه موجود حاليا، تعرفنا عليه يعني دبلوماسي نشط ونشكره، ويتحرك على جميع المستويات لكي يعيد افتتاح السفاره في طرابلس. وتحت سفاره طرابلس لها معنى كبير يعني، تحت سفاره جمهوريه مصر العربيه في طرابلس حيكون مؤشر لصالح ليبيا وصالح مصر، وهو قائم بهذا الشغل. ان شاء الله تعالى عن قريب حيتفتح السفاره القنصليه. انت عارف هذه طبعا العماله الكبيره حتحتاج الى خدمات قنصليه، وايضا تحتاج الى اجراءات يحتاجوا لها. حسب علمنا تم افتتاح قنصليه في بنغازي، وتم ايضا وصول القنصل العام المصري. هذه كلها امور خطوات كويسه، وان شاء الله تعالى في الايام القادمه حيكون تقدم ملف. انا صراحه إن التقارب الليبي المصري مطلوب جدا. في هذه المرحلة لصالح ليبيا. ليبيا محتاجة للتعاون وربط العلاقات بمصر بأكثر من الأول. احنا في هذه يعني في هذه الظروف وقوف مصر بجانب ليبيا يعتبر يعني دافع معنوي ووقفة تاريخية، يعني كما كانت مصر تقف مع ليبيا في السابق دائما. نعم. ولكن سيد